نعمل لرانيا طبعا اجراء البروفايدرو لشد الوجه. البروفايدرو بيحتوي على 3 اجزاء. اول شيء اللي هو ابرة البروفايلو للشد بالخمس نقاط، هي الابرة الشهيرة المعروفة لشد الوجه بدون حجم. بالاضافة الى تم اضافة الهيدرو بوستر، راح اخلها يعني بطريقة سطحية وبطريقة معينة لاعطيها شد اكبر، اعطيها ترطيب اكبر، وبنفس الوقت نعطيها نعومة للبشرة على مستوى سطحي. واكيد بيشمل كل باكيج بروفايدرو كريم البروفايلو للعناية اليومية. انا طبعا راح اعطيه لرانيا مشان تستخدمه يوميا بعد الاجراء لتحصل على افضل نتيجة للاجراء بعد اسبوعين. اجراء البروفايدرو طبعا بنعمل على اكثر من طبقة بالبشرة ليعطيني علاج داخلي وخارجي للجلد. يفضل انه نعمله 3 مرات. الكورس بيجي، الكورس طبعا بينعمل جلسة كل شهر لنحافظ على النتيجة لفترة أطول، وناخد النتيجة لسنة بدل ما تكون لمدة 6 شهور.